كاملا غير منقوص، كما ان الاتجاه لانجاز الاعمال المتبقيه من هذا المشروع الطموح والحيوي لدولنا وشعوبنا العربيه. فان الاردن مستمر في التصدي لكل الاجراءات والانتهاكات الاسرائيليه التي تستهدف القدس والمقدسيين، ويعمل على منعها بكل السبل والوسائل القانونية والدبلوماسية. كما أننا نساند الشرعية في ليبيا، وندعم الحوار بين جميع المكونات السياسية فيها، ونقف مع الشرعية في اليمن، ونرفض التدخل في الشؤون الداخلية، ونحث على استكمال مسيرة الحوار الجامع فيه ضمن سياقات المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومضامين قرارات مجلس الأمن، ونقف مع العراق في حربه ضد الإرهاب وفي بسط سيطرته على كامل أراضيه. وبشأن الأوضاع في سوريا، فإننا نؤمن بأن الحل الوحيد للمأساة فيها هو الحل السياسي الذي يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق بواقع سياسي يوقف نزيف الدم في سوريا ويعيد لها الاستقرار ويحافظ على وحدة أراضيها ويسمح بعودة اللاجئين السوريين الذين يستضيفون بلدي والذين يستضيفهم بلدي نحو 1,300,000 منهم، وبما يفوق بكثير قدراته الاقتصادية وموارده المحدودة. العمل العربي المشترك لم تبدأ في دورتها العربية 28، واسمحوا لي أن أقدم تحياتي الخاصة للمحافظين على الأردن والأكفاء على التمام دولية أربع أجهزة العربية المصرية كما تقدم. تضمن جدول قمتنا هذه عددا من البنود الهامة، وقد قامت الأمانة العامة بالتنسيق مع رئاسة القمة ومع الدول الأعضاء بإعداد المذكرات الشارحة والتقارير ومشاريع القرارات المعروضة أمام حضراتكم، تمهيدا لعرضها على أصحاب المعالي الوزراء ورؤساء الوفود، ثم رفعها لأصحاب الجلالة العربية والإقليمية والدولية لنفسها أصحاب السعادة.